I will start with بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبات المرحلة الأولى، اليوم عندنا فيديو توضيحي لمحاضرة السنترفيوج in Arabic، محاضرة الجهاز الطرد المركزي. طبعا هذه المحاضرة هي محاضرة خاصة لمادة الأجهزة المختبرية العملي. بالبداية أحب أذكركم بجهاز الطرد المركزي، عرفنا أنه هو جهاز يستخدم لفصل مكونات العينة السائلة على وجه التحديد، وذكرنا أنه المحصلة النهائية لعملية الطرد المركزي للعينة تكوين 2 layers، طبقتين. وذكرت أنه الطبقة العلوية حتكون low dense substance or material، بينما اللي هي بالأسفل راح تكون more dense substance. وذكرت أنه المادة العلوية حطلق عليها supernatant، والمنطقة السفلى أو المادة السفلى راح أطلق عليها مصطلح sediment، الراسب والرائق. إذا ألاحظ هذا جهاز السنترفيوج بأزرار للتحكم، طبعا هذا من نوع المايكرو سبين 12 هاي سبيد مايكرو سنترفيوج، يستخدم للدي ان اي والار ان اي والبروتينز اللي هي مستخدمة بالبايو موليكولار اكستراكشن. طبعا هذا الجهاز دقيق جدا وغالي جدا. عندي نقطة التحكم الخاصة للجهاز، لا ألاحظ الأوبن والكلوز والسبيد والرن والستوب والتايم. طبعا جهاز إلكتروني، ممكن تاتش ممكن أزرار. طبعا هاي التست تيوب الخاصة لهذا السنترفيوج، طبعا هاي التيوبات اسمها ابندورف تيوب، وهي هاي طريقة الموازنة. أما أملي السنترفيوج بالكامل بالتست تيوب وأغطي للحفاظ على التست تيوب والعينات من التناثر، وأوقت الجهاز وأشغله. هذه imagination picture، إذا ألاحظ سرعة الدوران وشكل التست تيوب داخل السنترفيوج. بعد ما يتم الدورات والوقت المحدد للجهاز راح يتوقف الجهاز تلقائيا وينطيني جرس انه يقول تعال اخذ العينات. هنا عندي كبات اقدر اضيفها للجهاز اذا كانت التيست تيوب بعد اكثر دقة من التيوبات السابقة، طبعا ساعتها تتراوح الى 0.2 ml، شو ايش قد دقيقة. هذا الكابس الخاص لها، وهاي التيست تيوب اللي هي اكثر دقة، ونفس البروسيجر انه تضغط التيست تيوب وينغلق الجهاز. بعدها ممكن استخرج العينات بعد انتهاء الوقت المحدد. الروتور امبالانس بحالة عدم اتزان، راح نشيل لكم تيست تيوب ونشوف ايش راح يقول لكم الجهاز كونه جهاز حساس. راح ينطيني تحذير ويقول انه جهازك ما متزن فاني ما راح اشتغل. بحالة الامرجنسي اوبننج انغلق الجهاز عندي، طفت الكهرباء فافتحه عن طريق هاي العتلة، عبالك عتلة التليفون اللي افتحه حتى اطلع السيم كارد. الايزي تو تشينج روتر، شلون ابدل الروتر مال الجهاز، هذه صيانة كأن تكون للجهاز. ده يفتح العتلة الوسطية حتى يشيل العتلة الدوارة او القرص الدوار ويستبدلها مثلا بعتلة اخرى. طريقة الحفظ انه تنحفظ بدرجة حرارة 4 درجة سلزية حتى احافظ على الجهاز.
من التلف. ممكن أشوفكم جهاز آخر، هذا نوع آخر من السنترفيوج اللي ممكن أيضا أستخدمه لفصل العينات، لاك مايكرو، هذا ممكن الميديكال سنترفيوج العادي، سرعته 3000 دورة بالدقيقة. باوع طريقة تثبيت الروتر في منتصف الجهاز، أخلي التيست تيوبات اللي هي حجمها العادي الموجودة داخل المختبر، وأغلق الجهاز أيضا وأتحكم بالتايم وبسرعة الجهاز. هذا فيما يخص تشغيل جهاز السنترفيوج. إن شاء الله تكون الطريقة واضحة والعملية سهلة. نعم، هذا هو الجهاز بالكامل. هنا عندي إيماجينيشن للجهاز، شون تكون السبن مال الجهاز. هنا العينات أيضا ممكن بتبديل القرص الدوار، وأقدر أستخدمه عدة استخدامات. واو السرعة داخل الجهاز شلون تكون، فمن الضروري أنه أغلق الليد مال الجهاز. هذا فيما يخص محاضرة السنترفيوج، إن شاء الله تكون واضحة وسلسة والجهاز سهل، طريقة استخدامه جدا بسيطة. أي سؤال أو أي استفسار ممكن تراسلني على موقع الجامعة الإلكتروني، وراح أكون على تواصل وياك. لهنا تنتهي محاضرتنا الخاصة بالسنترفيوج. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.